أما هلأ مشاهدينا بننتقل لمحطتنا التالية. الكثير من السهل علينا معرفة قناعات الناس، لكن الموضوع لما بيتعلق بقناعاتنا وأفكارنا ومشاعرنا الموضوع بيكون مختلف. تلاقينا ما عم نعرف كثير نصنف مشاعرنا أو نتجاهلها. إذا كانت مشاعرنا إيجابية فبيكون السلوك إيجابي، إذا كانت مشاعرنا سلبية بيكون السلوك سلبي. تأثير الأفكار والمشاعر على حياتنا الشخصية وكيف فينا نتحكم فيها أكثر، بدنا نحكي عن هيدا الموضوع مع الدكتورة شفاء صوان، دكتورة في علم الاجتماع. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا صباح الخير والورد والإيجابية وهيك والتفاؤل والمعتقدات الإيجابية. خلينا بالبداية نحكي، يمكن بالمقدمة ذكرنا كثير منا بتلاقيه بسهل عليه معرفة قناعات الناس، بيشاركون أفكارهم ومشاعرهم، بتلاقيه بيفوت بهي الجدال والنقاش. لما يتعلق الموضوع بشخصه أو ذاته هون بيكون موضوع مختلف، بتلاقيه نوعا ما عم يقدر يحدد مشاعره بطريقه صحيحه، او يمكن الضغوطات الاجتماعيه المعيشيه اليوم عم تلعب دور بهي النفسيه. اليوم تاثير مشاعرنا وافكارنا على حياتنا اليوم وكيف فينا فعلا نحددها بالطريقه الصحيحه. هلا اما الانسان يكون فطره او يكون مبرمج، يعني اما هو الفطره اصلا فينا انه هي معتقدات ومشاعر ايجابيه، مثل الطفل كيف بيبتسم لكل الناس، بيسلم على كل الناس، الا اذا ارتاح بيسلم، اذا ما ارتاح ما بيسلم. القصه هي مرتبطه بقد ايه نحن مرتبطين بالذات بالروح تبعنا، وقد ايه نحن كل ما صار في برمجه من حوالينا، المجتمع، البيئه، ظروف، اي شيء حوالينا بيؤدي لانه نحن كمان تتغير معتقداتنا وقناعاتنا. مثلا في كثير مثلا برمجه عن الانتحار، برمجه عن كره الحياه، برمجه عن انه الحياه سلبية، برمجة عن انه الحياة كتير حلوة. في اغاني معينة بتبرمجنا اما نكون ناس سلبيين او ايجابيين، اما صحيح. ناس حزينين ومئتين او ناس رايقين ومنحب الحياة ونستحق الحب، اما ناس دائما نتعرض للخيانات العاطفية واوا، اما ناس عندنا حب كتير كبير وعظيم ونستحق هذا الحب وهيك قصص. فكل ما كان الانسان عنده فلترة ووعي بذاته هو بيقدر يفلتر ويشوف كيف في ذات الحقيقة. يعني كيف في يكون عنده هيدا الوعي والفلترة؟ خلينا نبلش خطوة خطوة، لأنه في كثير من الناس عم تشاهدنا بتقول هذا الحكي حلو، تعي نفسي على أرض الواقع ما بتقدري ضمن الظروف وضمن الظروف المعيشية الصعبة. في ناس اللي عم تقول قاعدة ببيوت عم تطلع هيك عم تبتسم إنه لا ما بقدر. هلا فعليا كيف فيني فعلا أكون إيجابي؟ يعني خلي مشاعري أفكاري إيجابي، من السلبي إلى الإيجابي. هلا نحن عاطفيين، بتلاقي الناس دغري بتفكر بالسلبي، أول ما بفكر شيء بالكاس المليان، نص الكاس المليان، لا بتتقل. يمكن إذا عندك 365 يوم فيهم يوم سيء بتفكري اليوم السيء بتتركي الباقي، يعني هيك الطبيعة. هو كل إنسان بيفكر بالشيء اللي بيشبهه من جوا أكثر، انعكاسه. فأهم شيء أول شيء لحتى نغير هذا الشيء هو الملاحظة. الملاحظة كيف بتصير؟ عن طريق المراقبة. أنا براقب كتاباتي، براقب كلماتي اللي بقولها، لأنه إن البلاء موكل بالمنطق، كل ما نقوله بألفاظنا هو كمان، وكل ما نقوله لأنفسنا كمان، مو بس ضروري الشيء اللي بيطلع للآخرين أو بيطلع للعالم، كمان الشيء اللي بيننا وبين حالنا. إذا أنا ما بحب حالي وما بحترمها حيجي شخص ما يح... مو شخص حيجي بمكان عملي ما حدا يحبني ويحترمني، حيجي اذا تزوجت زوج ما بيحبني وما بيحترمني كذا. هذا له علاقه بجلد النفس، نحن هو شاطرين بجلد نفسنا تماما. هو يعني بتلاقي شخص بيغنج اللي بيحبه، بيغنج رفقاته، بيغنج المحيط، بتلاقي لما الموضوع بخصه بتلاقي لا نحن هيك قاسيين، نجلد نفسنا بطريقه. هلا هو جلد الذات، تفكير الضحيه بيؤدي لشعور بالظلم. يعني انا مثلا عندي جلد للذات وعدم احترام للذات بيجي بحياتي، بعلاقاتي، بقصص اللي بتصير بحياتي، او ممكن حتى بالشارع اتعرض لظلم او اضطهاد، او حدا يعمل معي موقف سيء او يحكي معي كلمه ما لها منيحه. فهو البدايه من الداخل، كل ما زاد حبنا واحترامنا لذاتنا. مثلا الضغوطات هي رساله لنا انه نغير، لانه انت لما انت ماشي بنفس الطريق هذا وانت عم تتعرض لضغوطات لازم تغير شيء بحياتك لحتى انك تطلع من هي الضغوطات لعالم اكثر، يلي بيضيق على العالم وبيضيق على بعيلته، بمكان عمله، بقصص كثير بحياته. بيجي هي التضييقات لحتى تعطيك انه كون مرن اكثر، كون منفتح اكثر على العالم. هي رساله من الكون لحتى انه نحن نغير شيء جواتنا. فكل ما كان الانسان واعي ومدرك ومراقب للاحداث والاشياء حواليه، حتى نراقب تصرفات الناس معنا،
لانه هي انعكاس لشيء جواتنا. فدائما اذا انا ما اشكي الناس ولا اشكي الظروف ولا اشكي شيء، هو كل شيء في الحياه هو انعكاس. مثلا انا بشوف بقدس الفقر وال 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 ودائما بركز على القصص السلبيه اللي عم تصير بحياتنا ومجتمعاتنا شو ما كان. لو كنا عم نمر بازمه فهي رح تزيد اكثر، ما تركز عليه سيكثر، او حتى ما تقاومه سيكثر كمان. يعني بيقول خبراء او علماء النفس بيقول بتردديه بشكل يومي على نفسك باللاوعي بيتخزن عند تماما بالذاكره وبالعقل وباللاوعي حتى بالكون حتى بذاكره الكون. كيف فيني اشتغل؟ بيقولوا لك مثلا بلشي يوميا مثلا الصبح، وكثير بنسمع وصادفنا اخصائيين نفسيين كثير بيقول لك بلشي الصبح مع ابتسامه، قولي اليوم راح يكون نهاري حلو، تمام، انا ظريفه، انا حلوه، انا كذا، احكي مع حالك، بس ردديهم لتقدري يعني مو بس ترديد، ترديد ومشاعر وقناعات. يعني انا هي بلش ما كثير عندك قناعه، بدك بلشي جزئيه معينه، تمام، شوي شوي خطوه خطوه. لا بس ضروري نشعر، يعني وقت نوقف بالمرايه نشعر انه انا بحب حق ذاتي، اني انا جميله جدا، اني انا فخوره بذاتي بانجازاتي، اني انا كذا عم بعمل هذا الشيء الحلو اللي بحياتي، اني انا ساعدت ناس معينين، اني كذا الاشياء الايجابيه اذكرها بحالي. وكلنا خطائين، الاخطاء نتجاوزها الى تصرفات افضل وايجابيه اكثر. صحيح. تاني كل ما هلا المراقبه بتخلينا ان نكون واعيين لقصص وشغلات كثير بتصير بحياتنا، مثل ما قلت بتعاملنا مع الاشخاص، بكلماتنا اللي نحن بنقولها لحالنا، بتصرفاتنا حتى مع الاخرين. هون بنقدر بقى نغير. التغيير اول شيء، التغيير بيبدا حتى انه نحن انه نعيش اللحظه والان. كمان انا ما بطلع بالماضي ولا بطلع بالمستقبل، لانه كل ما كنت انا منسحب للماضي، عملوا فيني وساووا فيني وكذا، ومديري بالشغل هيك ساوى، وزوجي هيك عمل، وزوجتي هيك عملت. لا، انت اصلا اللي سمحت لهي الظروف ان هي تجيك، لكن انت اذا لا احد يستطيع ان يمتطي ظهرك الا اذا انحنيت. يعني ما هي الداخل هو البدايه، ومشاعرنا هي البدايه. انا اذا غيرت معتقداتي وقناعاتي، حتى شوفوا كل ما تقرا، في ناس بتحب القصص والروايات الحزينه والمقتة، وفي ناس بتحب الشغلات الايجابيه اللي بتغير واقعها، بتغير حياتها، وبتبلش تطبق هي الكتب. بنشوف البوستات اللي بيكتبوها الناس على الفيس او على حالاتهم على الواتس، قد ايه بتكون هي ايجابيه وقد ايه سلبيه. هي رسائل الى الكون، كل ما كانت ايجابيه اكثر حتجذب الخير اكثر. كل ما كانت الشخص سلبية تعمل مع هي الرسائل الكون. يعني احيانا بتقولي في اشارات كونيه او رسائل كونيه، تمام، لانه الناس احيانا يعني ما كثير مثلا عندها هي القناعات، تمام، مثل ما قلتي بالبداية. كيف فيني أتعامل معها فعليا أنا؟ هلأ لما حدا بيقول لي شغلة سلبية أو بيساوي معي شغلة سلبية، مثلا حدا كذب علي، معناته في شيء جواتي عم يخاف من الكذاب، أو عم يمانع وجود شخص كذاب، أو عم يكره هذا الكذب. إني ركزت على شخص، على قصة الكذب، فهو بيطلع حدا كذاب بيكذب علي، او ركزت على قصه الخيانه، او ركزت على قصه النجاح، بلتقى بناس ناجحين، بلتقى بناس منجزين، بلتقى بناس ما تركز عليه تحصل عليه باستمرار. انا صدقا كل ما بقعد مع حدا بيكون ما له حاكي هي القصه لحدا بحياته، بيجي بيحكي لي عن قصه نجاحه بعمله بشغله بعلاقته. فقديه نحن بنركز بذاتنا على الاشياء الايجابيه والحلوه اللي فينا، قد ايه احنا كمان بيكون مرايتنا بالناس والكون حوالينا. هذا بينعكس كمان على المحيط. يعني تماما لما انا بركز على هي النقاط، قديش مثلا اذا كنت صاحبه اسره يعني او ربه منزل، قديش بتاثر على اطفالك مثلا اليوم، لانه الاطفال هن مرايه لاهاليهم، اسفنجه. يعني كل شيء انت اليوم بيلقته، تصرفات او افعال او اخلاق او قيم بيمتصوا. هذا بينعكس حتى ممكن انا اثر بمشاعري السلبيه ومشاعري مثلا مثل ما إيجابية، قناعاتي ان كانت ايجابيه او سلبيه على طفلي. اليوم عم نشوف الاتجاه نوعا ما على السلبيه اكثر، على الظروف القاسيه، فحتى الاطفال يعني عم تنسرق منهم براءتهم او تنسرق منهم طفولتهم بسبب هي المشاكل. هلا حتى مثلا الام لما بتحب موسيقى معينه، او لما بتعمل طقس معين، او لما بتحب اكله معينه الولد بيحبها. يعني مثلا انا اذا بدي احبب ابني بالخضار والقصص المفيده وكذا، انا لازم ساويه قدامه، لازم اكلها، لازم شجعه. بحب الرياضه، لازم انا العب قدامه رياضه. حابه انه يقرا ابني ويبلش قراءه، انا بقعد بقرا قدامه، بحطه بحضني وبخليه يقرا ان شاء الله لو عمره اشهر. يعني فكل ما كانت كنا واعيين كاهل او كناس بمجتمعنا بدورنا ورسالتنا وحتى ذاتنا ومشاعرنا ومبادئنا، حنقدر نخلق اثر كثير كبير. وكل ما كنا بعاد عن ذاتنا وتبرمجنا من ظروف ناس بيئه انترنت شغلات حوالينا، فكل ما كنا من لم يكن له نوايا داخليه سيكون جزء من نوايا الاخرين، ومن لم يكن له خطط داخليه سيكون جزء من مخططات الاخرين، واللي ما بيخطط لحياته حيكون جزء من مخططات الاخرين. فكل ما كان الانسان واعي لذاته وبيلاحظ وبيراقب ذاته، كل ما قدر يصنع التغيير اللي هو جوهر الحياه، وبعدين يقدر يجذب
بمشاعره بأفكاره بمعتقداته الأشياء اللي لازم يغيرها بحياته ليحصل على واقع بيشبهه، واقع يشبه انعكاسه. لا يوجد واقع إلا يشبه انعكاسنا سواء كأفراد أو كمجتمعات. وإذا قلنا غير هذا الشيء، هذا الشيء غير أبدا غير علمي. الشيء العلمي اللي هو ما نراه هو انعكاس إلنا. صحيح، ونحن شريكين أساسا في تغيير المجتمع، لهيك سلوكنا وقناعاتنا تؤثر على بناء أنفسنا. المجتمع، فنحن النواة الأساسية اللي بناء كل مجتمع. بالختام بدي أتشكرك الدكتورة شفاء صوان، دكتورة في علم الاجتماع، على وجودك معنا، ونتمنى يا رب هيك تعم راحة البال على كل الناس، وفعلا تكون الأيام القادمة تحمل الخير. آمين. والراحة على كل الناس. شكرا كثير لك.